مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقات، ينطلق شوط الختام شوطنا الخامس عشر لفيات الابكار الفطايم. ننطلق مع المركز الاول لنوافي حضراتكم بالاسماء المتقدمه. تاتينا لوهيب مانع بن علي بن سعيد الاكتبي يقدم لوهيب المركز الثاني. هناك القدوم مع رعب محمود بن محمد بن حبيب الرضا يتقدم هنا ابو عاليه ليقدم لنا رعب على المركز الثاني. المركز الثالث هناك القدوم مع ذخيره عبد الله بن راشد بن كاسب المسافر يقدم ذخيره في هذا الانطلاق الممتاز. المركز الثالث هناك القدوم مع انطلاقه بلسم سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد الاكتبي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم مع العزرة سلطان بن سالم بن حمد الاكتبي قادم مع انطلاقة العزرة ومع تحديات العزرة بالانطلاق الممتاز وبالتحدي المميز الذي يحمل هذه الأسماء الذي يحمل هذه الشعارات. ولكن رعب 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 تقدم أبو عالية مع المركز الأول مع الأداء الممتاز مع الأداء المميز. محمود بن محمد بن حبيب الرضا ركز يا ابو عاليه ركز يا ابو عاليه التركيز مطلوب في هذا الشوط. المركز الثاني ذخيره عبد الله بن راشد بن كاسب المسافري ولكن بلسم هناك سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد ولكن ابو عاليه اطلق لها العنان اطلق لها العنان الى الفوز الى الانتصار مع المركز الاول. لين عصاها يا ابو عاليه روح الى الفوز روح مع هذا الانطلاق الممتاز. رعب محمود بن محمد بن حبيب الرضا سلامي على الفوز سلامي على الانتصار. المركز الثاني هناك بلسم سهيل بن مبارك بن ثاني بن رقاد تهانينا والناموس. المركز الثالث هناك شعار بن كاسب التوقيت دقيقتين و13 ثانية تهانينا والناموس لمالك رعب محمود بن محمد بن حبيب الرضا. مشاهدينا متابعينا الكرام نصل إلى ختام سباق هذا اليوم. شكرا لمدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليشة شكرا أيضا. مشاهدينا متابعينا الكرام